عليكم في قناة جالوري شادي. قولوا لي لبني، تعجبكم الاسم الجديد ولا ما عجبكمش؟ هكا نقص فيه وعملته تحفون. دونك اليوم الحلقة رقم 1 من يوميات الرحيل ولا تحضير البيت الجديد. اليوم اختيار اللون، وكل عادة انا خليت زوجي يختار اللون، وانا مشيت نعمل لكم دورة في الهدايا اللي عنده حاجات زادة متاع زينة ومتاع ديكور تهوس. وخليكم مع الدورة هذية، عنده حاجات حلوة برشا برشا برشا، والألوان تجنن فريمون تجنن. دونك لهنا اليوم باش نختاروا اللون، مانيش باش نقول لكم على اللون اللي اخترته، اما اختارت لون ياسر محلاه، وان بليس هما اللي غاديكا يعاونوك زادة في اختيار اللون. هذه البداية. دونك هذايا بعد ما غسلناه بالجفيل، غسلناه البيت الكل، عملناها اليد الاولى، هذي نزلت تشيح شوية وباش نزيدوها مرة واحدة اخرى، نحالها الوسخ، نقول البلافون كله. وصلنا للدار، شنو شرينا وتنقلت مخليش طلعت لنا كل، حتى فما برشا خويت قالوا لي معناها شركة معانا وكيف باش ندهنوا كيفاش ندهنوا كيفاش يطلعوا لنا. دونك طلعوا لنا 140، دونك شنو في هذا ابيض، احنا عندنا واحد اخر راهو نتاع منيول، دونك هذا ابيض باش نعملوا بها اليد الاولى. وهذوما نزلنا تو اخترنا دو كولور هكا هو نتاع الصاله ونتاع بيت النوم، لي دو كولور هما واحد ولا تعرفوا خليه لكم مفيهش هكاكا هكا. نسيت خساره نسيت هو يخلط فيه وانا ما صورتش، اما هذا الكولور اللي مخلط معناها قداش هما شكون 10 ولا 5 لتر هكا هكا 5 لترات، وهو لي كاركتيرستيك اللي كلها فيه. انت تختار اللون، يعطيك الكتاب هكا انت تختار اللون ويعمل لك هكاك ويعطيك نصايح زيادة، يقول لك مثلا الكولور هذاك راك تزيدو مع لابيض يجيك غامق يجيك فاتح اكسيتيرا. دونك كي 5 لترات كي هو يعمل لك اللون يطلعوا قداش الورا 39 معناها سور دو نو سامحوني الورا تطلع 73 على 2 اقسموها على 2 بريسك 35 هكاكا 37 هذو الوحدة. دونك 5 تريت يعمل لك هو الكولور يطلع لك في 37 اورو، 37 اورو ونص بالضبط، 5 تريت الكولور. مي الكولور هذايا تعملو كهو، كانو فيلك باغ اكزومبل الكولور هذايا قالك تجيني نعمل لك ايترا فقط باش تعمل بها. دونك هذه نتصور احسن ملي تشري كولور كيما احنا عملنا، عملناه وشرينا كولور وقعدنا احنا نخلطو فيه ما تجيش هكاكا. دونك هذايا خير، وهذايا لافابي اللي معناها الصغيرات. دونك هذايا هو اليوميات الاولى في دهينة البيت. دونك كيما شفتو مازلت ما دهناش ما حتى شيء، مازال كل شيء بدينا في البيت هذيكا نعديو عليها في الباسلولة، وبعد ما نظفناها ما احنا نظفناها من القاع وكل شيء والحيوت، وتوا باش نبداو في الدهينة. وهاو معاكم ان شاء الله باش نصور لكم كل شيء بالتفاصيل. يمكن تتسائلوا مثلا البيت هذايا، البيت هذايا باش نعملوه بالبلون الصغار وباش نعملوهم بالكارتا دي باتي الورق الحائط. دونك باش نشريو ورق الحائط من امازون يطلع لكم رخيص، باش نشارك معاكم زيادة المشتريات باش نعملوها من امازون هكاكا، نعطيكم كل التفاصيل وان شاء الله هكا بشوي بشوي نعطيكم التفاصيل كلها كيفاش نجمو تعملوا داركم وحدكم، خاطر الناس كلها وليت تعرف تدهن جوست معناها شوية جهد وكهو. دونك نخليكم مع بقية الفيديوهات، وهكاك احنا توا بريسك السبعة باش نخليوهم ونجيو غدو الصباح، راجلي يخدم حتى مس نهارته في الخدمة ونتوكلوا على الله، وان شاء الله باش نهبط كل يوم نهبط لكم فيديو. هذه الحلقة الأولى من يوميات الرحيل ولا يوميات انتقال إلى بيت ولا كيفاش تغير بيتك بنفسك.
دونك هذوما هما في نفس العنوان. نتلقاو على خير ونتلقاو على تغيير وإيجابية. بسلامة. واحنا مروحين من الدار تعطينا قضينا شوية سبيزا، منين وليت نقضي السبيزا دونك توا حطيت الفطور انتي، منين وليت نقضي من السبيزا هذيا مفاجأة واحدة أخرى، خاطر هذا السوبر ماركت وهذا فيه حاجات حلال دونك خليوه في فيديو ثاني. دونك هذو هما الحاجات اللي شريتهم، خل قارس دونك حاجات ياسر محلاهم، جبن فرماج مرحي، الخضرة الزيتون عظم السوق والجيلات والاخرين كلهم حاجات حطيتهم في الفريجيدير. هذاك علاش باش نخلي هذا فيديو خاص باش نعملو وحدنا شنو هالسوبر ماركاتو اللي يبيع في الحاجات الحلال ماهوش ليدل. قولوا لي في التعليقات شنو حسب رايكم سوبر ماركاتو جديد جاي لايطاليا يبيع حاجات حلال، دونك هذا خليوه ما نحطوش في حاجات تجينا كل شيء، نخليوه وحده باش نستفادوا. نمشي نعمل لكم في جوله ونوريكم الحاجات الحلال. دونك لهنا انا الفيديو نتاعي باش نحط لكم الفطور، باش نعطيكم وصفه شنو طيبت هكاك، باش يكون الفلوج نتاعي واليوميه نتاعي كلها متناسقه مع بعضها، ونتلقى ان شاء الله في يوميات قريبه، يوميات الرحيل ولا يوميات الانتقال الى بيتي الجديد. بالنسبه للراجل الصغار عملت ساندويتش، هذا ساندويتش شاورما ولا مقلوب سميه كيما تسميه، اما كسكروت خفافي تونسي هكا. بالنسبه لي انا ناكل غله وخضره، وباش نعطيكم استيس. دونك لاشي الليله عن ديما الغله التفاح، الماء هذا باش نوريه لكم، تحطوا فيه قارص شويه قارص ولا شويه خل ينحيكم الكراس، بيضه للبروتين شويه فقوس، زيتون به برشا وطماطم به برشا فسيخ. دونك هذا مع الكريكير زادهم 4 كعبات ما يعادل 20 غرام نتاع بات. دونك حاجه سهله ما ضيعنيش في الوقت كل شيء. ان شاء الله كون فتكم بلا شيء هذا اللي ما طلبش لا وقت لا مجهود لحتى شيء.